استاذ جمال، ده بالنسبه لي يوم صعب جدا، لانه في النهايه انا قلت لك هدي لك التليفون ده، ضحكت عليك واديتك الكفر بس. هل ده ينفع؟ لا طبعا. يعني انا المطلوب مني ان انا اديك 10,000 تذكره، حضرتك اديتني 2500 تذكره. طب طبعا هل ده له معنى؟ هو له معنى طبعا، بس للاسف الشديد ان الاتحاد الافريقي لغايه اخر لحظه مصر ان هو يواصل ممارساته الغريبه جدا. يعني المفروض الاتحاد الافريقي هنا طرف محايد، وكل انديه افريقيا هي اولاده، وكل الاتحادات الوطنيه هي اولاده، فلابد ان هو يكون الكلمه اللي بيقولها بيتمسك بيها وبيلتزم بيها. وبعدين احنا ما قلناش نص، احنا كان الطلب الاساسي نص نص الملعب. حقك حقك. هو بفلسفه معينه 10 10 20 5 ما تفهمش، 10 10 10 اهلي و10 وداد و5 رعاه و20 و20 عام جماهير عامه 20 عام. انا مش فاهم جماهير عامه منين؟ هل من بقيه الدول العربيه او الدول الافريقيه مثلا؟ المفروض ما هو كلام برضو. او الدول يعني المغربيه يعني ده. طب خلاص الناس وافقت على هذا الاقتراح الغريب، التزم انت بقى كاتحاد افريقي بحصه النادي الاهلي اللي هو النادي الضيف اللي جاي لك، اللي هو رايح في دوله بيلعب في دوله شقيقه بعيدا عن ملاعبه بعيدا عن جمهوره وكل ده، لابد ان انت تراعي مقاييس العداله وتحترم هذا. فالحقيقه انه هذا الامر بيخليني اقول بمنتهى الصراحه ان الامور كلها بتتصعب، والحل الوحيد يمكن كنا بنتكلم انا والاستاذ عصام والاستاذ سامي والاستاذ محمود انه الرد لابد ان يكون في الملعب بس كده. يعني هو الحل الوحيد بس كده، لانه برضو كل ما الصعوبات بتزيد قدامك انت المفروض ده بيستنفر الطاقات اللي جواك كلاعب يعني. واعتقد انه برضو لعيبه النادي الاهلي هيكونوا بقدر الحدث وهيكونوا عند حسن الظن بيهم. لكن خلينا نتكلم احنا، ده الكلام اللي على التسعين دقيقه على الملعب على أرضية الملعب. أما ما يحدث خارج الملعب فهو شيء مثير للانتباه وعلامات استفهام وتعجب، ليس من الأشقاء ولكن من الاتحاد الأفريقي المنظم لهذا الحدث الأكبر على مستوى القارة. نعم. فأنا مش فاهم في أكبر من كده بطولة عشان تراعي العدالة. شيء غريب جدا. وانا بقول انه هذا الكلام حسب ما اعلن كمان النادي الاهلي في بيان رسمي انه في التزام، انت هتديني 10,000، لغايه دلوقتي لم يتسلم النادي الاهلي غير 2500 تذكره، وده خارج او بعيد عن الاتفاق المتفق عليه.